دولة شقيقة، واحنا كلنا رحنا المغرب او النادي الاهلي اكيد ماتشات عديدة جدا مع الرجاء المغربي او مع المغرب التطواني، كان في يعني اكيد يعني اخواتنا وحبايبنا دايما بيستقبلونا احسن استقبال ومش بنلاقي منهم غير كل خير، وبالتالي ده كان بس انا كنت عايز اعيدها في النقطة اللي اتكلمت عليها، لكن كل الكلام اللي قالت عليه اكيد طبعا ممكن يكون كلام مش واضح بعض الشيء لبعض السادة المشاهدين ويكون في كلام واضح، لكن ملخص الكلام هو قالت ان كان في يعني كلام رايح وكلام جاي وكان في سوء تفاهم من الاجتماع التنفيذي اللي موجود قبل المباراه، ان كان في يعني كلام باللغه الفرنسيه بيتقال او ما حدش كان بيقول ان هو بيجيد اللغه الفرنسيه، بالتالي هم شرحوا ان الماتش الثاني مش هيكون فيه تقنيه فار فما حدش اخذ باله فما حدش بلغ، فكلام كل مبررات زي ما قالت مبررات كلها بدون اي معنى وبدون اي داعي، وبالتالي ده مش هيمنع الاتحاد المغربي. طيب معانا؟ طيب تعالوا نروح ايضا لناقدنا الرياضي وصحفي في بوابه اخبار اليوم الاستاذ عمر البنوبي علشان نتكلم معاه اكتر ايضا في المباراه، وعلشان نتكلم كمان في كلام مفهوم شويه للساده المشاهدين، واحد مصري زينا هيتكلم معانا على لقاء. استاذ عمر برحب بحضرتك. مساء الخير زميلي الكابتن عمر ربيع، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كسان طيب؟ كله تمام الحمد لله. ايه رايك في اللي حصل امبارح؟ يعني هو طبعا استكمال المسلسل اللي بدا في مباراه الذهاب، احنا شفنا الريشه المصري والمفروض كان هيشارك بتحكيم كاس العالم للشباب بولندا حكم فار، تم اتخاذ قرار ضده طبعا بشكل مباشر مره في افريقيا تهريج ايقافه 6 شهور واعلان انه الايقاف ده لسوء مستواه، لكن احنا شفناه عمر معلش عمر ممكن بس تتحرك يمين او شمال شويه عشان صوتك مقطع بس معلش. تمام كده كويس؟ يا حبيبي اتفضل. تمام، فاحنا مش يعني كيف انه القرار اللي اتاخد ضد جهاد جريشه كان غريب جدا، سريع اعلان العقوبه لاول مره بالشكل ده من الاتحاد الافريقي ومن لجنه الحكام بدون حتى خضوعه للتحقيق، ده كان امر مدعاه لانه هيكون في تبعيات للقصه دي. شفنا طبعا ده في مباراه الاياب. يعني شفنا اللي حصل، يقولوا الفار مش شغال، وفاجئ النهارده بتصريحات لاحمد احمد في صحيفه مغربيه بيقول احنا تعاقدنا مع الشركه اللي بتنفذ الفار لكن فوجئنا انه بقى في اللحظه الاخيره بيقولوا لنا انه مش شغال. طب انت ما كنتش تعرف انه مش شغال في السنه اللي فاتت مثلا، ولا ما كنتش عارف انه شغال في ماتش الذهاب ودلوقتي اتفاجئت بيه في ماتش الاياب انه مش شغال؟ طبعا كلام غريب جدا، انه الموقف نفسه ما كانش واضح، لانه المفروض حسب اللائحه انه حكم المباراه هو صاحب القرار في انهائها او احتسابها لصالح طرف على حساب طرف. احنا بنتكلم هنا على بكاري جسامه هو سبب ازمه المباراه. بالظبط، لان بكاري جسامه هو المفروض انه سيد قراره وفقا للائحه، وبالتالي لما انا الاقي انه المباراه تتوقف لما يزيد عن 70 دقيقه في انتظار قرار من خارج الملعب من رئيس الاتحاد الافريقي او غيره وهو ليس المنوط باتخاذ القرار في الاساس. النهارده الموضوع زاد اشتعالا بعد قرارات الاتحاد المغربي بانه هيلجا للمحكمه الرياضيه وانه هيلجا للفيفا وانه هيساند الوداد بدون اي شرط، وبالتالي انا دلوقتي عايز اوصل لمرحله انه هتروح لفين؟ بطوله امم افريقيا جايه علينا ونفس الحكام دي هي المفروض تحكم بطوله افريقيا، هل ده يعني يحرجنا كدوله منظمه للبطوله ان احنا نلاقي مستويات التحكيم في افريقيا بالشكل ده؟ طبعا ده تساؤل كبير جدا. النهارده كان فيه هجوم عنيف من فوزي لقشع رئيس الاتحاد المغربي ونائب رئيس الاتحاد الافريقي على طارق بوشماوي وهو زميله في المكتب التنفيذي للكاف، وبيقول ان هو سيطر على التحكيم في افريقيا لسنوات طويله لما كان رئيس لجنه حكام وحاليا هو رئيس لجنه الانديه، هو برضه منوط باتخاذ القرار. هل الصراع ده احنا هندفع ثمنه بعد كده ولا لا؟ وليه ده بيحصل؟ احنا شفنا الاهلي اتظلم في نهائيين ورا بعض بسبب التحكيم. طب وبعدين هنوصل لفين؟ اعتقد ان الاجواء داخل المكتب التنفيذي للكاف سيئه جدا، الوضع صعب، صراع ما بين فوزي لقشع وما بين طارق بوشماوي والصراع اللي شفناه واحمد احمد طرف في هذا الصراع، كمان انه في كونجرس للفيفا في باريس يوم 6 يونيو الحالي وقبليه هيكون اجتماع اللجنه التنفيذيه للكاف اللي المفروض هيتناقش فيه ما حدث في مباراه الوداد والترجي. اعتقد ان الموضوع اصبح صعب جدا، محتاجين قرارات واضحه من الاتحاد الافريقي، وعايزين نعرف بس مين بياخد القرار. اذا كان قرار تسليم الكاس للترجي امبارح اخده احمد، طب الحكم كان دوره ايه؟ الموضوع فعلا عليه علامات استفهام كبيره جدا زميلي عمر. يعني عمر يعني هنشوف يوم 4 يونيو ايه اللي هيحصل في المكتب التنفيذي او اجتماع المكتب التنفيذي في الكاف علشان نشوف القرار، لكن عمر هل تتوقع ان المباراه يتم اعادتها ولا هيتم احتساب المباراه
على حسب تقرير الحكم ان الوداد انسحب وان الترجي هو صاحب الفوز بالمباراه وهو ايضا من حقه اللقب الافريقي، ولا ممكن نشوف كواليس او نشوف يعني حاجات ممكن بالنسبه لنا تكون جديده، ولا زي ما احنا تعودنا دايما الاتحاد الافريقي هيطلع القرارات اللي احنا دايما متعودين عليها؟ اعتقد ان اللي مات ما بيرجعش، لكن خلينا نقول يا عمر في وقائع واضحه كده انه ازاي الحكم خد قرار او كتب انه الوداد انسحب والوداد النهارده اعلن انه لم ينسحب. والوداد لم ينسحب وهيلجا للفيفا وهيلجا للمحكمه الرياضيه. طيب انت خدت القرار ان الوداد انسحب، ليه خدته بعد 70 دقيقه؟ ليه ما خدتوش بعد المده القانونيه؟ ليه استنيت 70 دقيقه؟ ثانيا المباراه اصلا الاجواء التحكيميه فيها كانت فاسده جدا، ليه اصلا جاني سيكازوي يجي حكم فار ويبدل برغم انه عمل المشكله بتاعت بيراميرو دي اجوستو في النسخه اللي فاتت واتوقف وبعد كده يرجع يحكم فار في النهائي؟ برضه نفس الكلام، احنا بنتكلم على انه بكاري جسامة نفس الكلام عمله في ماتش الوداد والاهلي في نهائي 2017 وحصل عليه لغط كبير، وبعدين بنلاقيه برضه ما زال بيحكم النهائيات، وليه جهاز جريش هتوقف؟ وهل هيتم التعامل مع الحكام دي بنفس الطريقه اللي تم التعامل؟ بص يا عمر، احنا يا عمر انديه وحكام محدش بيقف في ظهرنا خالص، يعني لا حكام ولا انديه، انا بتكلم على الاهلي وبتكلم على الزمالك والاسماعيلي وكل الانديه المشاركه في افريقيا وحكامنا، انا مش عارف يعني ست شهور محدش اتكلم، محدش حاول ان هو حتى يقول حاجه للراي العام او للاعلاميين عشان يعرف ايه اللي بيحصل، لكن زي ما انت شفت بكاري جسامة اهو يعني حكم بيبوظ مباراه والدنيا كلها ضده ولا في اي حاجه ولا حد اتكلم ولا حد وقف، لكن على طول جهاد جريش على طول ست شهور امنعه. اسماعيلي لما خرج من بطوله افريقيا بقرار من لجنه الانديه، لجنه الانضباط اللي رئيسها ريمون هاك الجنوب افريقي، رجع الاسماعيلي بقرار منفرد بعد تدخلات من طارق بوشماوي حرصا على الافريقي التونسي مش حرصا على الاسماعيلي. احنا محتاجين انه يكون في وضوح في فكره التمثيل المصري داخل الاتحاد الافريقي الفتره اللي جايه. احنا بس يا عمر يعني ربنا بس يكرمنا ونعرف ناخد البطوله اللي ان شاء الله تكون على ملعبنا. بشكرك يا عمر، شكرا جزيلا على توضيحك وكلامك على مباراه الترجي والوداد. عمر البنو